هذا واستعرض الرئيس المصري في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الإسباني بيترو سانشيز الجهود المصرية للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وثمن الرئيس المصري الموقف الإسباني من الأزمة الراهنة مشيدا بتحركات حكومة مدريد لدعم السلام في المنطقة. وفي هذا السياق حذر السيسي من خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لعواقبه الإنسانية الوخيمة. من جهتها أشاد رئيس الوزراء الإسباني بالدور المصري على المسارين السياسي والإنساني لإنهاء الأزمة الجارية، وشدد الجانبان على محورية العمل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وخاصة عن طريق تفعيل حل الدولتين.